كيف تشتري كمبيوتر تجميع بمواصفات جيدة مناسبة لاستخدامك؟ إعداد إبراهيم عبد الحميد. أهم الأسئلة اللي هنجاوب عليها خلال الحلقة إن شاء الله. أول سؤال، إيه هو غرضك الأساسي من استخدام الكمبيوتر؟ كل واحد فينا لما بيجي يشتري كمبيوتر بيبقى في دماغه غرض، فالغرض ده بيحدد المواصفات اللي أنت هتشتري على أساس الكمبيوتر، فأنت لازم أن تكون محدد إيه غرضك وبالتالي إيه مواصفاتك. بمعنى لو واحد استخدامه للكمبيوتر بنسبة 95% هيكون للألعاب، ما يهموش النت، ما يهموش البرامج، ما يهموش التطبيقات، يهمه الألعاب. بما ان انت جيمر والغرض من الجهاز عندك هو الجيمز، يبقى انت احسن تشتري جهاز متخصص في الألعاب، ما تشتريش كمبيوتر اصلا، تشتري اكس بوكس، تشتري بلاي ستيشن، تشتري اي جهاز مناسب لغرضك في موضوع الألعاب. لو انت بتحتاج تشغل برامج تقيلة هيختلف الوضع، لو انت بتحتاج تشغل برامج مونتاج مثلا، لو انت بتحتاج تشغل برامج ديزاين في اي مجال من مجالات الديزاين سواء في الهندسة او في غيرها، هيختلف على اساس ده المواصفات اللي انت محتاجها. لو انت مستخدم عادي للكمبيوتر كذلك هيبقى محتاج جهاز بمواصفات معينة. اخيرا لو انت مستخدم متنوع، يعني بتستخدم برامج على نت على جيمز على كذا حاجة، هتحتاج برضو مواصفات. على اساس ده كل واحد فينا له مواصفات مناسبة ليه، يعني كل ما بتزيد استخداماتك للجهاز كل ما بتحتاج مواصفات اعلى. طبعا ده طبقا للتوقيت اللي هتشتري فيه الجهاز، يعني انا ما اقدرش اقول لك على مواصفات دلوقتي، كمان 3 4 شهور هتبقى قديمه، لان مواصفات جديده هتنزل واجهزه جديده هتنزل هتبقى مناسبه لوقتك. يعني كل وقت وله المواصفات المناسبه ليه، لان كل شويه بتنزل حاجات جديده، فما فيش مواصفات ثابته نقدر نتفق عليها ونقول ان ما فيش حاجه تيجي غير ده. ده اول سؤال جاوبنا عليه، والسؤال ده انت تسأله لنفسك، انا غرضي ايه من استخدام الكمبيوتر، وتقوله للي هيشتري الكمبيوتر، او انت رايح تشتري الكمبيوتر تعمل سيرش على النت وتشوف ايه الاستخدام المناسب او ايه المواصفات المناسبة لاستخدامك. تاني حاجة، ايه هو الفرق بين كمبيوتر التجميع وكمبيوتر تصنيع شركة واحدة؟ طبعا احنا الحلقة خاصة بالكمبيوتر التجميع، يعني ازاي اجمع كمبيوتر بشكل كويس، يعني مواصفات مناسبة. الكمبيوتر التجميع ده عبارة عن ان انا بجيب مكونات الكمبيوتر واركبها في قلب بعض واكون منها كمبيوتر، يعني اجمع الكمبيوتر. تمام. كمبيوتر تصنيع شركة واحدة زي كمبيوتر مثلا اي بي ام، كمبيوتر توشيبا، كمبيوتر اتش بي، شركة واحدة عملت الكمبيوتر على بعضه وصنعته. تمام. في الحالة ديت انا بشتري الشركة ديت بمميزاتها وعيوبها. في كمبيوتر التجميع انا بجمع على حسب غرضي انا، ده الفرق. يعني في كمبيوتر التجميع انا بجمع من ماركات متعدده، في كمبيوتر تصنيع شركه واحده انا ببقى ملتزم بالماركه بتاعت الشركه دي. تمام. طبعا داخل مكونات الكمبيوتر ممكن شركه اتش بي تكون بتصنع كمبيوتر، تشتري بروسيسور من شركه زي اي ام دي او زي انتل، يعني من شركات تانية، يبقى جوه الجهاز نفسه في شركات تانية، بس الاساس هي شركة واحدة صنع الكمبيوتر. ده الفرق ما بين الاثنين، الكمبيوتر تجميع تجميع تشكيلة، كمبيوتر تصنيع شركة واحدة ماركة واحدة اساسية بتغلب على الكمبيوتر. ايه فايدة التجميع؟ فايدة التجميع الاساسية هي السعر. فايدة التجميع الاساسية السعر. ليه؟ لان الكمبيوتر تصنيع شركة واحدة بنضمن فيه حاجة اسمها كومباتيبلتي، توافق، يعني ان مكونات الكمبيوتر تكون متوافقه مع بعضها، الشركه بتبقى ضامنه ده لانها بتبقى مصنعه الجهاز ودارسه مواصفاته. الكمبيوتر التجميع انت لازم أن تعمل ده بنفسك، انك تجيب مواصفات متوافقه مع بعضها. يبقى ده الفرق بين التجميع والكمبيوتر، الكمبيوتر تصنيع شركه واحده. يعني التجميع بقى فايدته بالنسبه لي فايده ماليه، وهو توفير. يعني الكمبيوتر التجميع دايما بيبقى ارخص من الكمبيوتر اللي شركه واحده مصنعه. تمام. يجي هنا السؤال اللي بعد كده، ما هي مكونات الكمبيوتر التي يمكن التوفير منها؟ ايه هي المكونات اللي انا اقدر بالبلدي كده استرخص فيها؟ تمام. ده سؤال هنجاوب عليه خلال الحلقه. بعد كده، هل ممكن اشتري بعض مكونات الكمبيوتر المستعمله للتوفير؟ ده برضو السؤال بصيغه تانية، ازاي اوفر من مكونات الكمبيوتر؟ ايه اللي اشتريه مستعمل وايه اللي ما ينفعش اشتري مستعمل؟ ايه اللي اشتري واوفر منه وايه اللي ما ينفعش اوفر منه؟
بعد كده ايه هو التوافق؟ هنجاوب على التلات اسئله الاخرى دول خلال الحلقه. اول مكون من مكونات الكمبيوتر معانا الباور سبلاي. الباور سبلاي ده مكون مهم جدا للكمبيوتر، احيانا بيجي منفصل واحيانا بيجي مع الكيسه. الكيسه اللي هي العلبه الصاج ديت اللي بيتحط فيها مكونات الكمبيوتر كلها. فالباور سبلاي ده من المكونات المهمه لانه بيوزع الكهرباء على مكونات الكمبيوتر التانيه، وبالتالي ما ينفعش اشتريه لا مستعمل ولا استرخص في ثمنه، لازم اشتريه ماركه نظيفه ماركه كويسه. ده اول حاجه. تاني حاجه المذر بورد. المذر بورد ده من المكونات المهمه جدا لان ده بيمثل الهيكل العظمي للكمبيوتر، زي الهيكل العظمي بالنسبه لجسم الانسان هو ده الهيكل العظمي بالنسبه للكمبيوتر. بيربط كل المكونات مع بعضها وسرعته بتحدد سرعه الكمبيوتر، هو ومجموعه الحاجات التانيه اللي هنعرضها حالا. عايزين نعرف شويه كلام عن المذر بورد او مصطلحات مقترنه بالمذر بورد. من ضمن المصطلحات المقترنه بالمذر بورد بلت ان بلت اوت 32 بت 34 بت. بلت ان وبلت اوت. بلت ان وبلت اوت يعني ايه؟ لما اقول لك المذر بورد دي بلت ان، اذا المذر بورد ديت ملحق بيها موجود جواها الكروت الاساسيه اللي بتشغل الكمبيوتر، اللي هو كارت الشاشه وكارت الصوت وكارت اللان بتاع النت، او كارت اللان بتاع الشبكه اللي بيوصلنا للنت. دول الثلاث كروت الاساسيه بيبقوا موجودين جوه المذر بورد. اذا انا لما بشتري كيسه يكون جواها مذر بورد بلت ان، يبقى المذر بورد ديت فيها الثلاث كروت دول، تمام؟ طيب في فرق مالي؟ طبعا في فرق مالي. يعني الفلوس في مين اقل؟ البلت ان ارخص من بلت اوت. ازاي؟ البلت ان انا بشتري مذر بورد فيها الكروت على بعضها، يبقى انا كده اشتريت المذر بورد والكروت، تمام؟ لما اجيبهم بقى متفرقين، المذر بورد فاضيه ما فيهاش كروت خالص، وابتدي اركب فيها واشتري لها كارت صوت وكارت شاشه وكارت لان، يبقى الايه؟ يبقى في الحاله ديت اجمالي الفلوس هيزيد، يبقى البلت ان ارخص من البلت اوت. طب ايه الاحسن؟ البلت اوت احسن، لان البلت اوت بيديني امكانيه لان انا اعلي مواصفات الجهاز بتاعي. يعني اشتري كارت شاشه امكانياته عاليه، كارت الشاشه اللي بقى محطوط في البلت ان بيبقى على قده، انما في البلت اوت بيبقى كارت شاشه عالي يقدر يشغل لي جيمز عاليه محتاجه مواصفات يعني كارنت، يعني معاصره او حاليه مش قديمه مش من بتاعه زمان، تمام؟ يبقى انت بتتكلم على البلت ان والبلت اوت انهي الارخص فيهم؟ قلنا البلت ان ارخص، وقلنا البلت اوت كمواصفات بيديني مواصفات اعلى وبيديني حريه اعلى. ال 32 بت وال 64 بت، ال 32 بت وال 64 بت ده بيمثل المسار اللي بتمشي فيه البيانات جوه المذر بورد، يعني المسار بتاع البيانات دي زي الطريق اللي بتمشي عليه العربيات. فنفترض ان ال 32 بت ده عرض الطريق، يبقى اذا ال 32 بت وال 64 بت انهي الاسرع؟ اكيد ال 64 بت. يبقى ال 64 بت بيتيح لي مواصفات اعلى، سرعه اعلى للجهاز، امكانيات اعلى واداء احسن. يبقى ده الفرق من 32 بت و 64 بت. ده بيأثر على البرامج، يعني انت لما بتسطب على مذر بورد 32 بت يبقى الاحسن انك تسطب عليها برامج 32 بت، وعلى ال 64 بت الاحسن انك تسطب عليها برامج 64 بت. تمام؟ بعد كده البروسيسور. اشهر شركات البروسيسور طبعا شركه انتل، ده من البروسيسورز المشهوره بتاعتها البروسيسور الكور اي 7. البروسيسور ده بيمثل عقل الكمبيوتر، يعني الراجل اللي بيوزع المهام على الناس، اللي بيودي الحاجه الرام او بيودي الحاجه الهارد او بيخلي الحاجه تتحرك من مكان لمكان، فده بيمثل عقل الكمبيوتر. فلازم ما استرخصش في سعره زي ما استرخصش في سعر المذر بورد. يبقى المذر بورد والسي بي يو اللي هو البروسيسور الاثنين لازم اشتريهم احسن مواصفات تقابلني، احسن مواصفات في تسمح بيها الميزانيه بتاعتي. بعد كده الرامات. الرامات من ضمن الحاجات المهمه برضو وانا بشتري الكمبيوتر، لان الرامات ديت هي مخازن الذاكره، يعني الميموري اللي بيحتفظ جواها الكمبيوتر بالحاجات اللي انا مشغلها دلوقتي. يعني انا مشغل فيلم فيديو، الفيلم ده بيبقى موجود جوه الرامه اثناء ما انا بتفرج عليه، فلازم الرامات دي تكون بحاله او بمواصفات كويسه او بمساحه كويسه. طبعا من المفروغ منه ان كل مكون من مكونات الكمبيوتر له سرعه، يعني المذر بورد
ال 32 بت وال 36 بت ده بيأثر على سرعة المذر بورد. البروسيسور درج البروسيسور يعني كل ما عالي، يعني مثلا كور اي 7 اعلى من كور اي 5 اعلى من كور اي 3 7 اعلى من 5 اعلى من 3، كل ما زاد كل ما سرعه البروسيسور زادت. الرامات كذلك، الرام جيجا، الرام 2 جيجا اعلى منها، ال 4 جيجا اعلى منها وهكذا. فكل ما زودت المواصفات كل ما زود ده في سرعه الجهاز. بعد كده الهارد ديسك. الهارد ديسك له سرعه برضه بتتقاس بحاجه اسمها الار بي ام اللي هي ريفولوشن مينت، يعني عدد اللفات اللي بيلفها في الدقيقه. الهارد ديسك ده طبعا برضو لازم اشتريه مواكب لل البروسيسور والمذر بورد والرامات، تمام. وطبعا الوحده الاساسيه اللي بتقيس البروسيسور مش السرعه، الوحده الاساسيه بيبقى مساحه التخزين اللي هي بتتقاس بالجيجا او بالتيرا، اللي هي بتمثل مساحة الداتا او الحاجات اللي انا اقدر احطها على البروسيسور. نيجي نقطة اساسية هنا بقى، التوافق. التوافق يعني ايه؟ التوافق نقدر نبسطه ونقول عليه ان هو تكامل بين مكونات الكمبيوتر، بمعنى ان كل مكون من مكونات الاربعة اللي احنا ذكرناها اللي هنمثلها بالاربع حاجات ديت، كل مكون من المكونات اذا كان ماذر بورد او رامات او بروسيسور او هارد بيكمل التاني، خاصة المكونات التلاتة الأساسية اللي هم المذر بورد والبروسيسور والرامات. التلاتة دول خاصة سرعتهم بتحدد سرعة الجهاز، يعني هم باكج على بعضها، حزمة على بعضها. ما ينفعش أجيب أعلى بروسيسور وأقل رامات وأركبهم في مذر واحدة، ما ينفعش أجيب مذر بورد حديثة جدا وأجيب لها بروسيسور قديم وهكذا. كل شويه بينزل تحديثات في التكنولوجيا، فلازم الثلاثه يبقوا متواكبين مع بعض من ناحيه ان هم من نفس الجيل ومن ناحيه ان هم بسرعات مناسبه لبعضهم. هنا بينشا مصطلح التوافق الكومبتابيلتي. الكومبتابيلتي دي بيعرفها المتخصص، يعني الراجل اللي شغال في المجال ده عارف ان الجهاز الفلاني التجميعه الفلانيه دي مناسبه. لو انت عملت سيرش على النت هتلاقي ناس بتنصح بتجميعات معينه، يقول لك هات المذر بورد جيجا بايت مثلا مع بروسيسور جيجا بايت، ويقول لك ماركته مثلا وليكن اتش 61 مثلا، ومع البروسيسور الفلاني مع الرامات الفلانيه، ودول هيدوك جهاز كويس. يبقى من هنا بينشا ان بالخبره وبالممارسه الناس اللي بتجمع الكمبيوتر وتجرب التجميع دي تقول لك التجميع دي بتدي سرعه كويسه ومناسبه ولا لا. طبعا وبيكملوا من الحاجه الرابعه الهارد. يبقى لازما الاربعه دول يكونوا متوافقين مع بعض، لان هم دول جهاز الكمبيوتر الاربع حاجات اللي احنا قلنا عليها، الباقي دي حاجات مكمله، تمام. طبعا هنا في حاجه اساسيه، انا بتكلم في لما بتكلم في المجمل على ماذر بورد، اذا انا قصدي ماذر بورد بيلت ان، يعني فيها الكروت بتاعتها، والا فالكروت لوحدها بتحدد سرعه الجهاز بشكل رهيب جدا. يعني كارت الشاشه بيتوقف عليه سرعه الجهاز في حاجات كتيره جدا من ضمنها البرامج والالعاب. كل ما كانت الشاشه زادت كل ما سرعه اللعبه زادت وكل ما سرعه البرنامج زاد، تمام. فاحنا بنتكلم في الحاجه دي على المذر بورد البلت ان. ما احنا كده عرفنا يعني ايه توافق، يعني الحاجات تكون من نفس الجيل قريبه من بعضها ينفعوا يشتغلوا مع بعض. ليه؟ لان لو جبت حاجه سريعه جدا مع حاجه بطيئه جدا الجهاز هيمشي على انهي؟ الجهاز هيمشي على البطيء. لو احنا خارجين اربعه معانا طفل صغير، الطفل الصغير طبعا خطوته صغيره وبيمشي بالراحه، فبالتالي احنا الاربعه سرعه ماشينا هتبقى سرعه مين؟ سرعه الطفل الصغير، رغم ان احنا نقدر نمشي اسرع، بس بما ان هو ماشي معانا فاحنا مضطرين نستناه وهو ماشي، ده اللي بيحصل. فانا لو جبت حاجه عاليه جدا وحاجه بطيئه انا همشي على البطيء، والعالي ده هيبقى يوزلس ملوش استخدام، تمام. نخش في اللي بعدها، كارت الشاشه. كارت الشاشه اللي قدامنا دوت ده اللي بيحدد سرعه الجهاز في حاجات كتير جدا، زي قلنا الجيمز، قلنا البرامج. طبعا كارت الشاشه ده كانه ماذر بورد منفصل، وسعره بيكون احيانا قريب بل اغلى من سعر الماذر بورد نفسها، يعني سعره لوحده كده بيبقى سعر مستقل، تمام. يعني ثمنه ممكن يكون من اغلى الحاجات اللي انت ممكن تشتريها في الجهاز. وبالتالي لو انا هستخدم الجهاز في تشغيل برامج تقيلة او في تشغيل العاب تقيلة يبقى لازما اشتري له كارت شاشة منفصل يكون مناسب للبرامج والالعاب دي. طبعا مع كل لعبة مع كل برنامج بيقولك المواصفات اللي الجهاز اللي يقدر يشغل اللعبة او البرنامج ده، فانا لما اعرف المواصفة الفلانية وانا عايز اشغل اللعبة الفلانية يبقى اروح اشتري كارت الشاشة
اللي يقدر يشغل لي الحاجات دي. ده كارت الصوت. برضو كارت الصوت ممكن يكون حد بيعتمد في الشغل بتاعه على انه يسمع صوت نقي، ففي الحالة دي لازم نشتري كارت صوت مناسب لاستخدامه وبإمكانيات مناسبة لاستخدامه. بعد كده كارت اللان. كارت اللان ده اللي هو بيوصل الكمبيوتر بالشبكة ومنه يوصله للانترنت، فده اللي بيدخلك على الانترنت. تمام. طبعا الكتاكوت الاخرى قلنا ان هم اساسا بيجوا ملحقين بالمذر بورد لو انت شاريها بلت ان، لو انت شاريها بلت اوت اذا هتيجي ما فيهاش الكروت دي، فتقوم شاريها ومركبها ومعرفها، شاري الكروت ومركبهم ومعرفه. خلاص. طبعا بالنسبه للسؤال الاساسي اللي احنا بنطرحه، هل الحاجات اللي فاتت ديت اللي هي المذر بورد والبروسيسور والرامات والهارد ديسك انفع اشتريهم مستخدم مستعمل؟ طبعا التلات حاجات الاساسيه اللي هم المذر بورد والسي بي يو والبروسيسور والرامات يفضل ان انا ما اشتريهمش مستعمل نهائي، ويفضل ان انا ما استرخصش في سعرهم. اجي عند الهارد ممكن اكون محتاج مساحه هارد صغيره، ما بحتاجش احط داتا كتير عندي، بحتاج حبه فايلات صغيره بس عايز سرعه عاليه، ففي الحاله دي ممكن اشتري هارد يعني ايه قديم شويه، وبالتالي يكون سرعته مش بطيئه وفي نفس الوقت يكون ايه مناسب لاستخدامي واوفر في ثمنه بدل ما اشتري هارد جديد. انما في ثلاث حاجات اساسيه ما ينفعش اقلل في سعرهم، اضيف اليهم حاجه رابعه هي الباور سبلاي. بالباور سبلاي ما ينفعش استرخص فيه، والمذر بورد والسي بي يو البروسيسور والرامات، دول الاربع حاجات ما ينفعش استرخص فيهم او اشتريهم مستعملين. تمام. بعد كده كذلك ثلاث حاجات ثانيه لو هشتريهم ما ينفعش استرخص فيها، اللي هي الكارت الشاشه واللان والساوند اللي هو الصوت. التلاته دول برضو ما ينفعش وانا بجمع اوفر في تمنهم، لان انا كده كده بجمع بلت اوت يعني بمواصفات عاليه، فلازم انا طالما ادفع فلوس يبقى اخد قصادها حاجه مميزه تسمح لي بعد كده ان انا استخدمها استخدام كويس. بعد كده نخش في الحاجات اللي انا ممكن ابتدي اوفر في تمنها، زي الشاشه. الشاشه اللي هي المونيتور دي انا ممكن لو انا ما معيش ميزانيه تسمح في الحاله ديت اوفر في تمنها عن طريق ان انا اشتري شاشه مستعمله، شاشه بامكانيات او بمواصفات اقل كحجم او كامكانيات عرض صوره ريزوليوشن يعني، وبالتالي اقدر اوفر في تمنها بشكل مؤقت، اشتريها مستعمله بتمن زهيد او بتمن متوسط وبعد كده ابيعها مستعمله برضو واكمل على تمنها واجيب جديده. ده من ضمن الحاجات اللي ممكن لحد ما اوفر في تمنها. الدي في دي، الدي في دي برضه ممكن يكون استخدامه مش كتير، يعني كل ما احتاج انزل نسخه او اشغل اسطوانه كل مده، ده لو انا ما بستخدموش على طول، يعني اغلب الناس ما بتستخدموش على طول دلوقتي بما ان الفلاشات موجوده وكده، فاستخدامه قل عن زمان جدا. فلو انا ما بحتاجش استخدمه على طول يبقى انا اشتريه بس ايه موجود في الجهاز، وايه ممكن اشتريه مستعمل او ممكن اشتريه يعني ماركه مش ثمنها مش غالي قوي. السماعات، السماعات كذلك طبعا السماعات دي قصه، يعني انا ممكن اشتري سماعات غاليه جدا ثمنها 5000 7000 بثمن رهيب يعني، وممكن اشتري سماعات من ثمنها الرخيص دي عشان دي مناسبه لاستخدام انا محتاج اشغل صوت عادي، انما طبعا لو واحد متخصص او كل حياته مبنيه على الساوند لازم يشتري سماعات بمواصفات عاليه. الكيبورد برضو من الحاجات اللي مش شرط نشتري فيها ماركه عاليه قوي، ممكن نشتري حاجه متوسطه حاجه مناسبه لاستخدامنا بما ان احنا مش قاعدين على الكمبيوتر 24 ساعه. وكذلك الماوس ممكن الى حد ما اوفر في ثمنه وما اشتريش مارك عليه. يبقى اتكلمنا على ان الحاجات ممكن نوفر في ثمنها زي الدي في دي وزي المونيتور وزي الماوس وزي الكيبورد، دول من ضمن الحاجات اللي انا ممكن ايه اوفر جزء من ثمن الكمبيوتر واستفيد بالجزء ده بالفلوس ديت في ان انا اشتري مواصفات عاليه في الحاجات اللي قلنا عليها اللي هي البروسيسور والمذر بورد والرامات. على فكره ممكن الرامات ازود فيها، يعني ممكن اشتري رامات مثلا 2 جيجا وبعدها بشويه ابقى اشتري 2 جيجا تانيين، يبقى انا زودت سرعه الجهاز او كملت الحاجه اللي كانت ناقصه فيه وهكذا. قبل الشراء طبعا بينصح بان انا اروح اسال متخصص عن توافق هذه المواصفات مع بعضها، يعني اروح اقول له انا اشتريت بروسيسور كذا مع مذر او انا هشتري يعني بروسيسور كذا مع مذر بورد كذا مع علامات كذا، التجميعه ديت كويسه؟
لو المتخصص ده قال لي دي كويسه مفيش مشكله اشتريها، بما انه راجل ثقه وبما انه راجل ايه متخصص في الحته دي. لو غير كده يبقى احاول اعدل الموضوع دوت. طبعا ينصح بانك تعرض الموضوع ده على الناس في الانترنت، يعني تخش على مواقع الكمبيوتر المتخصصه وتقوم كاتب موضوع عن ان انا عايز اجمع جهاز بالمواصفات دي، هل الجهاز ده بالتجميع دي كده كويسه؟ ممكن حد يقترح لك حاجه ثانيه. يبقى انت ممكن تسال على الانترنت عشان ناس اكتر تجاوبك، ممكن يخش 3 4 5 يفيدوك بمعلومات ما كنتش تعرفها. طبعا وانا بشتري الكمبيوتر لازم اتاكد من ضمان كل قطعه قمت بشرائها ولها ضمان. في حاجات ملهاش ضمان، يعني مثلا الماوس ملوش ضمان، الكيبورد ملوش ضمان، يعني من الحاجات الشركات كتير بتصنعها من غير ضمان يعني. فلو ملهاش ضمان خلاص، انما اللي له ضمان زي مثلا البروسيسور زي المذر بورد ده، بما انه جهاز كويس يعني جهاز غالي قصدي، فلازم اتاكد من ضمانه، لان انا ممكن بعد ما اشتريه بمده وجيزه الاقي ان في عيب من عيوب الصناعه ظهر، يعني يبتدي يعلق يهنج يبوظ، ما الجهاز اساسا ما يفتحش عشان عيب في المذر بورد او عيب في البروسيسور او عيب في اي حاجه. ففي الحاله دي الضمان بيحميني علشان ارجع لهم الحاجه اللي فيها عيب صناعه وابدلها واجيب حاجه جديده سليمه. طبعا لازم أن تروح تقارن ما بين الاسعار والمواصفات في اكتر من مكان عشان توصل للحاجه المناسبه ليك. طبعا هنراجع بقى الاسئله اللي احنا جاوبنا عليها في الحلقه. قلنا اهم حاجه تعرف ايه هو غرضك من استخدام الكمبيوتر والاساس ده تحدد المواصفات. تاني حاجه ايه الفرق بين الكمبيوتر التجميع والكمبيوتر اللي شركه واحده مصنعاه. تالت حاجه ايه فائده التجميع اصلا. رابع حاجه ايه هي مكونات الكمبيوتر اللي انا ممكن اوفر فيها. خامس حاجه ازاي اشتري المكونات بعد المكونات مستعمله، هي المكونات اللي ينفع اشتريها مستعمله. بعد كده عرفنا مفهوم الكومباتيبلتي او التوافق، وبكده نكون جاوبنا على السؤال الاساسي اللي هو ازاي اشتري كمبيوتر تجميع بمواصفات جيده. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.